والخادم ما كانش السوق، وملي سمعنا الخطاب ديال سيدنا ملي قال لنا ما كناش عارفين المرض بانه كاين، قال لنا سيدنا ديروا لكم ماء، وحنا ولينا خايفين والناس ولاو خايفين، ما بقاوش كيبغيو يشربوا معدنا الماء. حنا كنضروا السوق وراه هزنا غير السوق، حنا خطانا السوق ما عدا فين نمشي، فهمتي؟ وعدي وليداتي وما عديش فين نمشي والو، فهمتيني؟ كنجي السوق لما ديت عشايه من السوق ما كنتعشاش، ومولات وليداتي وعدي راجل مسكين مريض تو عنده مرض القلب، ما عديش فين نمشي والو، الا خطاني السوق ما كانش نمشي. وملي سمعنا الاخبار ديال المرض وداك الشد ولينا دايرين الكمامه، والناس مابقاوش كيبغيو يشربوا الماء كيخافوا، هادشي اللي كاين واه عندي 9 سنين، عندي 9 سنين وانا خدامه في السوق، ولا ما خطاني السوق ما كانش نمشي والو، كنت خضيره كندي الحيمات. ها هاد الحرفه ديال تقربت قبل عندي ديالي انا الراس، انا اللي بغيتها، انا اللي بغيتها، انا تمنيت نديرها وما عديش نمشي والو، كنبغي الحلال، كندخلش على ولادي الحرام ابدا، وعايشه غير في السوق. يعني حرفه شريفه؟ حرفه شريفه الحمد لله، وعايشين مع الحباب الحمد لله، كنديو الحيمات نديو خضيره، وهادشي اللي كاين والو، شي حاجه اخرى ما كايناش. علاش في الاول ما كنتيش كتعرفي بان كاين كورونا؟ ولكن من بعد الخطاب ديال سيدنا خفنا، ملي خطب علينا الملك مسكين الله يشافيه، الله يشافيه، والله يطول لنا عمره، والله يطول لنا عمره، والله يزيد لنا في مداده في مداده. هادشي اللي كاين واد، حنا كنتمناو سيدنا ان شاء الله الله يشافيه، والله يهز علينا هذا الوباء، الله يهز علينا هذا الوباء يا ربي، الله يهز علينا الوباء يا ربي. ها كاينين الناس اللي كيشربوا عندك الماء؟ قليل اخويا، ما كيبغيش يشربوا معدي الماء، كيخافوا. يعني مابقاش بحال الاول؟ لا مابقاش بحال الاول، مابقاش بحال الاول، ملي مسكين صافط لنا ديك البركه باش استافدنا، صافط لنا باش شرينا العيد، ما تليتش خرجت، ما تليش قدرت نخدم. ولكن دابا راه الصيف، الناس كتبغي تشرب دابا. الناس كيبغيو يشربوا في الصيف، وانا خافوا، كيخافوا، كيخافوا من هذا المرض، الناس خافت، كلشي كيقول لي لا هادشي راه كنخافوا ما نقدروش نشربوا هذا الماء. واش هادشي كان قبل من الخطاب ولا عاد؟ لا تخطب الملك، تخطب سيدنا، والله يشافي، الله يشافيه يا ربي. كل الاول كانوا كيشربوا معدي، وكانوا كيتعاونوا معايا، وكنت كنخدم، كنلقط باش نشري العيد، نشري لراجلي الدواء، كنصور لوليداتي ما ياكلوا، هادشي اللي عطى الله هو هذا. وملي وليداتي ولاو مابقاش، وليت نجي نخدم بحالكم في السوق، مابقاش الناس مابقاش بغاو يشربوا الماء، ولاو كيخافوا، ما كيقدروش يشربوا. يعني الناس لباو النداء ديال صاحب الجلالة. هاي داروا الكلام ديال سيدنا ان شاء الله. كلشي طبق، كلشي طبق داك الشيء ديال الملك اللي قال لهم سيدنا، هو اللي كاين. هادشي اللي كاين واه.